تسبح كميات كبيرة من المخلفات البشرية المصدر في الفضاء وعلى ارتفاعات مختلفة، مشكلة سحابة ضخمة من النفايات على ارتفاع يتراوح بين 800 و2000 كيلومتر. منذ بدء استكشاف الفضاء عام 1957، تجمعت هذه المخلفات نتيجة أكثر من 5000 عملية إطلاق لمركبات فضائية، وما يزيد عن 290 حالة تفكك لهذه المركبات. أجزاء من صواريخ قديمة وأقمار اصطناعية في نهاية عمرها ومعدات فقدها رواد الفضاء وحتى بقع من الدهان باتت تشكل تهديداً جدياً لمهمات الاستكشاف الفضائي المستقبلية وبشكل خاص تلك المأهولة. أجهزة الاستشعار الموجودة على المركبات الفضائية وحدها قادرة على كشف المخلفات المتناهية الصغر، إلا أن الأضرار الناجمة عن حادث اصطدام قد تكون كارثية بسبب السرعة العالية لهذه الأجسام في المدار والتي قد تصل إلى 28,000 كيلومتر في الساعة. فمحطة الفضاء الدولية مثلاً اضطرت إلى القيام بنحو 10 مناورات لتجنب أي حادث اصطدام، وتتجلى مخاطر أخرى في إمكانية حدوث اصطدامات مع مئات الأقمار الاصطناعية المخصصة للمراقبة والاتصالات. ويطال التهديد معدات رصد الأحوال الجوية ونظم الملاحة العالمية وأنظمة الاتصالات المقدرة قيمتها بمليارات الدولارات. ويخشى العلماء أن يتسبب اصطدام ما بتفاعل تسلسلي يعرف باسم متلازمة كيسلر، ويتم تعقب آلاف الأجسام التي يتراوح حجمها بين 10 سنتيمترات وحجم حافلة كبيرة من الأرض بواسطة رادارات وتلسكوبات أرضية. ولقد وضعت وكالات الفضاء توجيهات تتناول سبل مواجهة مخاطر الاصطدام، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى وسيلة ناجعة لإزالة المخلفات.